طيب محتاجين ندخل في الموضوع على طول. طبعا اول حاجه قبل ما ادخل في فكره توقف الدوريات وكده, فيروس كورونا والرياضه وكره القدم تحديدا على مدار هذا الاسبوع, شوف طبعا اكيد الظروف اللي احنا بنمر بيها دي ظروف استثنائيه ما حصلتش قبل كده في التاريخ. هنتكلم على فيروس قدر ان هو يقعد العالم كله في البيت. النهارده الحل الوحيد لتجنب امتداد او انتشار الفيروس هو انك تقف في البيت, مفيش حل تاني انك تقلل التجمعات. وشايفين يعني العالم كله بالزبط. بيحاول على قد ما يقدر ان هو يعمل امر. طبعا اللي بيتفرجوا علينا هيقول لك انتوا بتقولوا لنا اقعد في البيت وانتوا مضطرين ده عشان طبعا اكيد الشغل واكيد المضطر اكيد طبعا مفيش مشكله ان هو يبقى عنده المساحه للنزول, لكن احنا دايما الفكره ان الناس تحاول على قد ما تقدر ان هي تقلل التجمعات الكبيره دي, بتبقى مساحه للفيروس ينتشر. وبنستفيد بوجودنا على فكره برضو واحنا داخلين بيتم الكشف يعني الحمد لله يوميا تيجي تطمن صح تعرف درجه حرارتك دي بالمشوار ده كويس درجه حرارتك يعني في كل الاحوال هي ظروف طبعا يا محمد واكيد واحده من المجالات اللي انضرت تماما بالظروف دي مجال كرة القدم. برضو مجال كرة القدم من المجالات فيها تجمعات كتيرة, حتى لو ما فيش جمهور فكرة انك تجيب 22 لعيب يعني بيلعبوا في نفس الملعب والإداريين والحكام والسادة الإعلاميين, ده برضو نوع من أنواع التجمعات. وبالتالي حصل المشكلة اللي احنا شايفينها في الوقت الحالي, كل حاجة وقفت تماما عن العمل, وبالتالي الأجندة الدولية للجميع بالظبط باظت. العالم كله كل حاجة باظت تماما. انت النهارده الأجندة بالنسبة للبطولات شفنا خلاص اليورو تم تأجيله لسنة, كوبا أمريكا تتأجل لسنة. أعتقد على المستوى الشخصي رغم التصريحات بتاعة المسؤولين اليابانيين بالنسبة للأولمبياد, في وجهة نظري لو ما فيش بارقة أمل لإيقاف الفيروس خلال الشهر الجاي يعني بحد أقصى 30/4 أشك ان اليابان تقدر انها تنظم او حتى ان حد يفكر يروح لها حتى اصلا. يعني انت حتى لو اصريت انك تلعب واضح انك تلعب لوحدك يعني ما حدش هيروح لك, لكن في ناس كتيره ظروفها الداخليه هتمنحها ان هي تشارك في مثل هذه التظاهرات يعني.